بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبداو التصحيح ديال الفرد المحروس رقم 1 الدوره الثانيه بالنسبه للجذع مشترك. اذا بالنسبه لهذا الفرد الدروس المقرره اللي غادي يكونوا في هذا الفرد كاين الدرس ديال المعادلات والمتراجعات من الدرجه الثانيه، كاين الحساب المثلثي، المستقيم في المستوى، دونك هادو هما والاحصاء كذلك، هادو هما دروس اللي الاغلبيه كيكون واصل لهم، ولكن كيبقى اختلاف على حساب الاساتذه كل واحد وفين واصل في الدروس. دونك بالنسبه للفرد الاول هادو هما الدروس اللي غادي يكونوا عندكم، هاد النموذج هو اللي غادي نخدمه ان شاء الله. غادي نبداو بالتمرين الاول اللي فيه حل المتراجعات من الدرجه الثانيه. إذن غادي نشوفوا طريقة ديال حل هذا النوع من المتراجعات، وغادي نشوفوا في التمرين الثاني الحساب المثلثي. دونك نبداو التمرين بتمرين. التمرين الاول مطلوب منا حل في اغ المتراجعتين ناقص اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد 4 اصغر قطعة من صفر. دونك غادي نبداو بهذه المتراجعة هذه. دونك لدينا ناقص اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد 4 اصغر من او يساوي صفر. اذا شفنا باش نحلو هذا النوع من المتراجعات كندرسو الاشاره ديال هاد الحدوديه هذه. دونك باش ندرس الاشاره ديال الحدوديه اول حاجه كنقلب عليها هو الجذر ديال الحدوديه، يعني الحل ديال هاد المعادله كندير كتساوي صفر وكندير الحل ديالها. دونك عندنا معادله هنا من الدرجه الثانيه كنحسب المميز دلتا اللي هو كيف ما شفنا في الدرس هو بي اس 2 ناقص 4 اس سي. دونك بي عندنا هي في هذه الحاله هي ناقص 3، دونك ناقص 3 اس 2 ناقص 4 في ا عندنا هي ما هنا ما كاين والو يعني راه كاين واحد ناقص واحد في سي، سي هي 4. دونك هنا ناقص 3 اس 2 هي 9، هنا ناقص في ناقص غتولي عندي زائد، 4 في 1 4 في 4 هي 16. دونك دلتا هنا عندنا هو 9 زائد 16 اللي هي 25. اذا هنا غادي يكون عندنا جوج ديال الحلول. الا كان عندنا الدلتا كبر من صفر 25 كبر من صفر شفنا كيكونوا عندنا جوج الحلول، اكس 1 اللي كيساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 ا، وكيكون عندنا اكس 2 كتساوي الحل الثاني هو ناقص بي، هاد المره كنديرو زائد جذر دلتا على 2 ا. دونك اكس 1 هو ناقص بي، بي هي 3 هي ناقص 3، دونك ناقص بي غتكون هي 3 ناقص جذر دلتا، جذر 25 هو 5 على 2 ا، ا عندنا هي ناقص 1، ناقص 1 في 2 هي ناقص 2. دونك اكس 1 تساوي 3 ناقص 5 هي ناقص 2، ناقص 2 على ناقص 2 دونك هي 1. وعندنا اكس 2 كتساوي ناقص بي هي 3 زائد جذر دلتا هو 5 على ناقص 2، 2 ا هي ناقص 2. دونك اكس 2 كتساوي 3 زائد 5 هي 8، 8 على ناقص 2 هي ناقص 4. دونك هادو هما الحلول ديال هاد المعادله، يعني الجذور ديال الحدوديه. وكنجي كندير جدول الاشاره، جدول الاشاره كنديرو على هذا الشكل، كندير اكس، كندير هنا ناقص ما لا نهايه المجال من ناقص ما لا نهايه حتى لزائد ما لا نهايه. هنا الوسط كندير الجذور، عندي ناقص 4 وناقص 1، دونك كنصب ناقص 4 هي الاولى عاد 1. هنا عند كنكتب الحدودية ولا اللي عندنا ناقص اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد 4، وكندير هنا فين كتنعدم الحدودية هنا كندير الحلول على هذا الشكل، وكندير ما بين الحلول كندير العكس ديال إشارة أ. هنا الوسط كندير عكس إشارة أ، هنا أ عندنا هي ناقص 1 إشارة أ هي ناقص، دونك عكس إشارة أ هو زائد، وعلى برا كندير إشارة أ، دونك غندير ناقص ناقص. ثم كنرجع للمتراجعة،
هذا هو الجدول ديال الإشارة، كنرجع للمتراجعة. فين عندي هذه الحدودية أصغر قطعا من صفر؟ دونك أصغر قطعا من صفر، أصغر من قطعا أو أصغر من صفر هي فين كاينة ناقص، هنا أصغر من صفر وهنا أصغر من صفر، يعني المجال من ناقص ما لا نهاية حتى لناقص ربعة، ومن واحد حتى لزائد ما لا نهاية، ولكن ناقص ربعة وواحد راه كيساوي صفر، حنا عندنا أصغر قطعا دونك ما غندخلوش ناقص ربعة وواحد، غندير إس تساوي مجموعة الحلول هي المجال ناقص ما لا نهاية، عفوا ناقص ما لا نهاية دائما المجال كيكون مفتوح، غندير ناقص ما لا نهاية حتى ناقص أربعة، ناقص أربعة كذلك مفتوح، حيت ناقص أربعة حتى يكون هنا أو يساوي عاد ندخل ناقص أربعة، حيت في ناقص أربعة كتنعدم كيولي صفر، اتحاد المجال كذلك واحد حتى هو ما داخلش، وزائد ما لا نهاية حتى هي ما كتكونش داخلة. زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية ما عمرهم كيكونوا داخلين سواء كانت او يساوي ولا ما كانتش. دونك هذا هو الحل ديال المتراجعه الاولى. ندوزو دابا للمتراجعه الثانيه. عندنا المتراجعه الثانيه التمرين تما طابعش الفرض، دونك غير كتبتو لكم هنا. عندنا اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 4 عامل لإكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 2 أصغر من أو يساوي صفر. إذن باش نحل هاد المتراجعه عندي جداء ديال الحدوديتان أصغر من أو يساوي صفر، دونك كندرس الإشارة ديال هاد الحدودية وكندرس الإشارة كذلك ديال هاد الحدودية. دونك باش ندرس الإشارة خصني نلقى الجذر ديال الحدودية، يعني نلقى الحل ديال المعادلات كيساوي صفر. دونك غادي نحل هاد المعادلة، غندير هنا الدلتا المميز ديال هاد المتراجعه أو الحدودية الأولى، دونك بي أس 2 ناقص 4 أ سي، غادي نعوض بي أس 2 هي 4، 2 أس 2 غنحسبو دابا مباشرة هي 4 ناقص 4 أ سي، دونك 4 أ عندنا هي 1، 4 في 1 4، سي هي 2، دونك 4 في 2 هي 8، دونك تساوي ناقص 4، 4 ناقص 8 هي ناقص 4، وهذا أصغر من صفر. إذا لا كان أصغر من صفر قلنا المعادلة ما كتقبل حتى شي حل، والإشارة ديال الحدودية كتكون هي إشارة العدد أ. ها هو عندكم كل شيء هنا في هذه الصفحة 116 ملخصين فيها كل شيء، دونك هنا غتكون عندنا إشارة أ، عقلوا عليها حتى نمشيو نديرو الجدول. هنايا غادي ندوزو للحدودية الثانية، عندي دلتا دائما بي أس 2 ناقص 4 أسي، بي أس 2 هي 16، 4 أس 2 هي 16 ناقص 4 أسي، 4 في 1 4 في 4 16، دونك 16 ناقص 16 هي 0. هنا دلتا إلا كان كيساوي 0 كيكون عندنا حل وحيد هو إكس تساوي ناقص بي على 2 أ. دونك ناقص بي على 2 أ غادي نديرو ناقص بي هي ناقص 4، 2 أ 2 في 1 هي 2، دونك هي ناقص 2. دونك الحل ديال هاد المعادلة هو إكس تساوي ناقص 2. وبالنسبة للإشارة فكندير على اليمين ديال الحل كندير إشارة العدد أ، وعلى اليسار كندير كذلك إشارة أ، كيكون دائما الإشارة ديال العدد أ. دونك غادي نجي لجدول الإشارة نديرو هنا، هنا عندنا إكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، هنا عندنا كاين حل واحد هو ناقص جوج، هذيك ما عندهاش حل، دونك غنبداو باللي ما عندهاش حل نكتبوها هي الاولى، هي اكس اس 2 زائد 2 اكس بحال بحال اللي بغينا نبداو بها، نبداو بها الضرب التبادلي زائد 2، دونك هذه دائما موجبه، موجبه هنا وموجبه حتى هنا، حيت هنا عندنا ناقص 2، ناقص 2 راه ما كيمثلش حل هذه، ولكن غادي نحتاجوه في الاخرى اللي هي اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 4، دونك هذه كتنعدم في ناقص 2، دونك في ناقص 2 كتنعدم وكتكون موجبة على اليمين وعلى اليسار. دابا غادي نديرو الجداء ديال هاد الحدوديتين، يعني اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 2،
عامل لإكس أس 2 زائد 4 إكس زائد 4. دونك هنا زائد في زائد غتعطينا زائد، هنا كتنعدم حيت إلا كانت وحدة كتساوي صفر الأخرى تاهي كتساوي صفر، دونك كتنعدم كذلك هنا. هنا زائد في زائد غتعطينا زائد. وما شنو قالوا لينا؟ قالك فين كتساوي، فين هاد المتراجعة أصغر من أو يساوي صفر. دونك هنا واش كاين أصغر من صفر؟ هنا عندي زائد، هنا عندي زائد، دونك ماشي أصغر من صفر، ولكن أو يساوي صفر عندي. فين عندي أو يساوي صفر؟ كتنعدم هنا في ناقص جوج. دونك الحل ديال هاد المتراجعة هو ناقص اثنان. ناقص اثنان هو الحل الوحيد ديال هاد المتراجعه، حيت عندنا فيه او يساوي، وهنا في ناقص جوج كتساوي صفر. كون داروا لنا اصغر قطعا هنا المتراجعه ما غاديش يكون عندها حل، حيت غادا تكون موجبه قطعا. دونك فين كتساوي صفر؟ في ناقص اثنان. اذا هذا كل ما في الامر بالنسبه للتمرين الاول. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، تشتركوا في القناة، بارتاجيو الفيديو. إلى لقيت مشاهدة أكثر إن شاء الله غادي نكملوا تصحيح ديال الفرض كامل، ونتلاقاو في الدروس أخرين. عطيوني الدروس فين وصلتو، حيت ما عنديش الجدع مشترك هذا العام، ما كنعرفش الدروس فين وصلتو، حتى كيطلب مني شي واحد شي تمرين ولا شي حاجة عاد كيبانوا لي الدروس فين واصلين. دونك نتمنى أنكم تعطيوني الدروس اللي واصلين ليهم، الأغلبية مازال في الحساب المثلثي. دونك اللي داز الدرس الاخر عطيوني الدرس اللي وصلتوا ليه. يلا نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم.